حظرت الهند 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية من بينها تيك توك وبايت دانس وغيرها من التطبيقات، مشيرة إلى مخاوف أمنية. ويأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين جنود هنود وصينيين على طول حدود الهيمالايا المتنازع عليها. فنشر العديد من مستخدمي تيك توك مقاطع فيديو تعبر عن استيائهم من هذا القرار. صرحت شركة أبل بأنها ستعيد إغلاق أكثر من 24 متجراً في 7 ولايات بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، وبذلك يصل إجمالي عملية الإغلاق إلى 77 مع استمرار ارتفاع حالة الإصابة بالفيروس. نبقى في عالم التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجلب بعض الديناصورات إلى العالم الحقيقي من خلال تقنية الواقع المعزز. وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور أنها أبرمت العديد من الشركات لجلب 10 ديناصورات من ديناصورات فيلم جوراسيك وورلد إلى جوجل سيرش. نتابع الصور. إلى مصر، حيث استأنفت العمل في مطاراتها وفتحت المتحف المصري وموقع أهرامات الجيزة، وغادر نحو 2000 مسافر من مطار القاهرة الدولي على متن 14 رحلة جوية. وأكد المجلس الأعلى للأثار أن نحو 24 متحفا وموقعا سياحيا استقبلت الزوار مع فرض إجراءات وقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. يبدو أن الأمير تشارلز استعاد نشاطه من جديد مع بدء تخفيف الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، حيث قام بزيارة لبعض المزارع التي ستفتح أبوابها للجمهور إلى جانب المقاهي والمطاعم والمتاحف والحدائق الترفيهية نهار السبت 4 يوليو. وكان الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاما قد تعافى من فيروس كورونا بعد معاناته من أعراض خفيفة في مارس. شارك آلاف التشيكيين في حفل عشاء جماعي على طول جسر تشارلز في براغ احتفالا بتخفيف القيود، وأقبل الناس على الموائد رغبة منهم في الاستمتاع برجوع الحياة، وأصبحت أقنعة الوجه غير إلزامية إلا في الأماكن المغطاة وفضاءات المترو. نتابع الصور. فاصل ونعود لمتابعة فقرات صباح العربية.